أخذت الأحداث والمشاهد السياسية والأمنية التي شهدتها تركيا أخذت مسارات متسارعة يكتنف تفاصيلها المعلنة الكثير من الغموض. تطورات الأحداث في تركيا. في تمام الساعة 11 بتوقيت لندن، ما يسمى بالجيش التركي يعلن السيطرة الكاملة على مقاليد الحكم في البلاد بهدف الحفاظ على الديمقراطية وحفظ الأمن والاستقرار على حد زعمهم. في تمام الساعة 11:30 ما يسمى بالجيش التركي ينتشر في أرجاء شوارع العاصمة التركية أنقرة واسطنبول. في تمام الساعة 12 بعد منتصف الليل الرئيس التركي يظهر على تطبيق التواصل الاجتماعي عبر قنوات محلية وخارجية يدعو فيها الشعب التركي إلى الخروج إلى الشارع ورفض الانقلاب العسكري على حد قوله. في تمام الساعة 12 بعد منتصف الليل ما يسمى بالجيش التركي على القنوات الرسمية يفرض الأحكام العرفية في أنحاء تركيا ويفرض حظر التجوال في البلاد ويعلق الدستور ويعلن عن إدارة البلاد عبر مجلس السلام. في تمام الساعة 12:05 سماع دوي انفجارات ضخمة هزت العاصمة التركية أنقرة بعد إعلان الجيش السيطرة على مقاليد الحكم وإعلان مجلس السلام لإدارة البلاد. طائرة الرئيس التركي تحط رحالها في مطار أتاتورك في اسطنبول وأردوغان ينزل وسط المتظاهرين متوعدا بإحباط الانقلاب ومحاسبة مرتكبيه. الساعة 3 من صباح يوم السبت الشرطة التركية تلقي القبض على العشرات من الجنود والقيادات العسكرية التي قادت الانقلاب ورئيس الوزراء يعلن عن السيطرة الكاملة على البلاد وإنهاء الانقلاب. الرئاسة التركية تتهم رجل الدين التركي فتح الله غولان الحليف السابق لأردوغان بالوقوف أمام هذا الانقلاب والذي وصفته بالكيان الموازي. الرئاسة التركية تعزل وترحل آلاف القضاة والقادة العسكريين من مناصبهم بعد فشل الانقلاب العسكري. وحتى اللحظة يصود غموض كبير حول الانقلاب ومن المستفيد منه وقرارات وإجراءات للحكومة تجاه مؤسسة القضاء والجيش وخصوم أردوغان.